هو المزمار القشبة معروفة يعني، خاصة من جهة سعيدة تيارت ولا تيسبسيلت، القشبة معروفة أو المزمار. وهنا الطواجين، كل طاجين يختلف على الطاجين الآخر طبعا، والبندير، البندير التقليدي والقفاق كذلك كنا تكلمنا عليهم. وهنا الملعقة أو المغارف كما نقول، المغرف تاع اللوح اللي فيها البركة الله يبارك. البريه تاع الاتاي مازلنا عند الاخ بالحريزي.